بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 56. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الآيات من قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الله سبحانه وتعالى معقبا على ذلك: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يريد الله فتنته أي اختباره وابتلاءه عن الحق بأن قدر عليه. المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. ومن يريد الله فتنته أي أن يبتليه ويمتحنه ويصرفه عن الحق فلن تملك له من الله شيئا، أي فلا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك من فعلهم، لأنهم لن يرجعوا إلى الحق والصواب، ولا مطمع في قبولهم للحق، لأن الله حرمهم من ذلك، قدر عليهم الضلالة بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق، فطبع الله على قلوبهم. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. لو أراد الله أن يطهر قلوبهم لقبلوا الحق واستمعوا إليه واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يريد ذلك عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم، لأن من أعرض عن الحق فإنه يزيغ قلبه ويبتلى بعدم قبول الحق بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم عقوبتان: عقوبة في الدنيا وهي الخزي، وأن الله يكشف أستارهم ويظهر أسرارهم بين الناس حتى يفتضحوا ويهونوا أمام الخلق. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار والعياذ بالله. هذا جزاؤهم على صنيعهم وكفرهم ورفضهم للحق قبولهم للباطل. ثم قال جل وعلا: سماعون للكذب. كما ذكر في الآية التي قبلها سماعون للكذب، في أنهم يقبلون الكذب ويروجونه ويفرحون به ولا يقبلون الحق ولا ينقلونه للناس. سماعون للكذب، ثم أردف مع ذلك صفة قبيحة: أكالون للسحت. والسحت هو الحرام، وقيل هو الرشوة. والرشوة لا شك أنها نوع من أنواع الحرام، فهي سحت أيضا. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم. إن جاءوك لتحكم بينهم في قضية طلبوا منك الحكم فأنت مخير، إن شئت أن تحكم بينهم وإن شئت أن تردهم، لأنهم ما جاءوك إيمانا بك ولا طلبا للحق، وإنما جاءوك من باب الاحتيال، وأنهم إن جئت على هواهم قبلوا وإن لم تأتي على هواهم رفضوا. فأنت مخير حينئذ بين أن تحكم بينهم وبين أن تردهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
ثم قال جل وعلا: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، لأنهم ما جاءوا طالبين للحق، وإنما جاءوا محتالين، فلن يضروك إذا لم تحكم بينهم. فدل هذا على أن الحاكم إذا حكم بغير الحق وقد طلب منه أن يحكم بالحق فإنه يتضرر بذلك بالإثم والعقوبة من الله جل وعلا، فلن يضروك شيئا. ثم قال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق. إذا اخترت الاختيار الأول وهو الحكم بينهم وجب عليك أن تحكم بالحق وإن لم يطلبوه هم، فأنت تحكم بينهم بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى أهوائهم ورغباتهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي العدل، المراد بالقسط العدل، ولا تحكم بالجور واتباع أهوائهم، إن الله يحب المقسطين. هذا فيه إثبات أن الله يحب وأنه يبغض سبحانه، وأنه يكره ويسخط، وأنه يحب المقسطين أي العادلين، فهو يحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، يحب المؤمنين ويحب الأعمال الصالحة والخيرات. وكيف، ثم قال جل وعلا: وكيف يحكمونك. هذا تعجب من الله، تعجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يحكمونك أيها الرسول وعندهم التوراة فيها حكم الله، بيّن الله سبحانه وتعالى قصدهم وأنهم ما جاءوا يطلبون الحق لأن الحق عندهم في التوراة فأعرضوا عنه وجاءوا يطلبون الاحتيال عليه، وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو رجم الزانيين، فهم ما جاءوك طلبا للحق أو خفاء للحق عليهم، بل الحق عندهم ولكنهم لا يريدونه بل يريدون الاحتيال عليه. ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون عن ما في التوراة من الحق وما فيها من حكم الله، لأن هذا لا يرضيهم ولا يوافق أهواءهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.